جلبانة راه 180 في المارشي دابا. واخا خويا حنا في البث المباشر. الحامض ولا ب 100 ريال. انا اختي مشاهدينا الكرام متابعي قناه تي في اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر اللي بنا زبده البيضاء من قلب سوق شعبي. كنجي نشوفوا الاسماء اكيد ديال الخضره بشحال، وكيف ما كتعرفوا بانه كل شيء غالي باش نعاون المواطن البسيط. اليوم جينا نشوفوا الاسماء ديال البصله بشحال اللي واصله تقريبا 9 درهم. السلام عليكم. وعليكم السلام اختي. الاسماء ديال الخضره اختي، خضره اختي، خضره غاليه اختي بزاف، خضره غاليه اختي طالعه في الاثمنه. البصله اختي دابا البصله اختي في المارشي دايره جميله اختي، دايره 6 درهم كنبيعوا فيها هنا بسبعه هنا 8 ياك. لا فتي اختي المحفور ولا وصل اختي 6، حتى هو كنبيعوا فيه بسبعه 8 اختي. هنايا الحامض اللي كنا كنجيبو ب 60 ريال ولا الحامض اختي داير 120 ريال. القرعه اختي راهي اختي ديك كورتيج طويله ولا دايره تما كاين 8 درهم، حنا كنبيعوا فيها هنايا ب 9 10. كتشوفي انا الاثمنه زادوا ديال زادت اختي بزاف اختي، كثر من القياس كاع داكشي. حنا كاع ما حنا كاع ما كنا كناخذوا كاع بهذا الثمن هذا. واخا بالنسبه خليك خليك بلا ماشي بالضروره تورينا. اها اختي مرحبا. واخا بالنسبه للصندوق شحال كتجيو من المارشي كريم؟ الصندوق دابا على حساب الجمله ماشي الصندوق، على حساب الكيلو. دابا الكيلو شحال داير فهمتيني ولا لا؟ البطاطا كانت دايره 3 دراهم ولا دابا دايره 4 دراهم 5 دراهم فهمتيني، فيها 25 26 كيلو حتى 27 كيلو فهمتيني. حنا ما كنمشيو حنا بالصندوق، حنا كنمشيو حنا بالكيلو، هذا هو ثمن الجمله. الاسباب اختي الارتفاع اختي ديالو قال لك شي كيقول لك الترونسبور فهمتيني، شي يقول لك المازوت، شي كيقول لك تزاد مله، هذا هو اللي كاين. كله كيقول لك شنو هو كاين، ما كاين. انت كمواطن يعني بسيط وانت ولد الشعب كيف ما كنقولوا، واش كتشوف بان هذه الاثمنه مناسبه للمواطن اللي ما عندوش؟ وترى بزاف بنادم ما بقاش كتجي كتشري فهمتيني اختي ولا لا؟ بنادم اختي راه كتشوف، بنادم كتشوفها بعينها وكتمشي، حتى واحد ما كيقدر يجي يشري اختي. الغلا اختي ولا بزاف، الله يحسن العوان. اختي المسؤولين اختي اللي كانوا وجه اختي تكيسوا علينا ويرخفوا علينا اختي، هذا هو اللي كاين فهمتيني اختي. هادشي راه ولا بزاف، هادشي اللي كاين. مطيشه اختي دابا داير 10 دراهم، مطيشه 1000 فرانك، مطيشه اللي كنا كناخذها ب 40 ريال ب 6 دراهم ب 60 ريال، جوج كيلو ب 100 ولا دابا داير 10 دراهم في المارشي تما كاين داير 6 دراهم 7 فهمتيني اختي. الصندوق كنا كناخذو غير ب 60 درهم 1000 ريال ولا دابا الصندوق ب 25000 فرانك 200 درهم فهمتيني؟ هذا هو الأثمنة ديالو ولا؟ آخر رسالة آخر رسالة أختي للمسؤولين، الله يجعل ربي يدير شي تاول ديال الخير والله يحن في الدرويش، هادشي أختي اللي كاين فهمتيني؟ ما ولا غلاية المهمة كتجي عندي كتقدع عندي يوميا، لا بيض لا فراخ، ما بقاش كاع كتاخذ. كانت مسكينة كتاخذ كيلو جوج كيلو، ودابا مسكينة كديها كويلو نص كيلو، تجي تطلبك على وحيدة، هادشي اللي كاين. الله يحفظك اختي.